السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بانتهاء الزيارة الأربعينية اللي تركت في نفوس المشاركين والمعزين آثار روحية عميقة لما لها من تجليات ربانية توجب على كل الأحرار في العالم أن تنهل من عبير هاي المناسبة العظيمة وما قدمه العراقيون من خدمات وكرم صارت بمقاييس عالمية لا يضاهيها شيء آخر. فجاءت الخطابات وكلمات الشكر بحق المشاركين والمساهمين في هذا النجاح العظيم، وبيان المجلس الأعلى كان واضح بشكره وتوجيهه كالمعتاد، إذ لابد أن تستثمر هذه المناسبة بما يليق بها. وكذلك الإمام الخامنئي يوجه شكره للعراقيين واصفا الزيارة المليونية كراية أبي الأحرار الخفاق في سماء الرفض للظلم. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين المليونية اللي توقف عندها الحراك السياسي وجمدت المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة احتراما لمكانتها في النفوس، تشير كم اللقاءات اللي جرت واللي راح تجري قريبا إلى الجهود المتواصلة اللي تبذل بغية عودة المجلس النيابي لانعقاده وإنجاز الاستحقاقات الدستورية وفك طلاسم المشهد المعقد منذ مدة. وكما يبدو أن الانفراج قريبة في ظل حالة الإجماع السياسي اللي تبديه أغلب القوى السياسية لهذه الجلسة المرتبطة بها جميع مسارات الحل قانونيا وسياسيا. مشاهدي الأحبة ندعوكم بقاء معنا ومتابعتنا. مشاهدي الأحبة حياكم الله مجددا. الخطابات اليوم اللي أطلقها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ الدكتور همام حمودي وقائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي والمجلس الأعلى كمؤسسة حزبية أكد ما جاءت لا من فراغ ولا من عاطفة فقط، لكن بها الكثير من المضامين اللي يجب النظر بها عميقا. فالدعوة إلى استثمار هاي المناسبة والامتنان للوحدة والتماسك بين الحشود وكذلك التعاون المبذول من قبل المساهمين كانت محل نظر، وكذلك توجيه الشيخ همام حمودي بوجوب تنفيذ متطلبات الزائرين وتهيئة الراحة لا سيما وسائل النقل في عودتهم لديارهم ومعاناتهم المستمرة مع هذه المشكلة. مشاهدينا نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلتنا نوها الشمري. ألسن الزائرين العائدين إلى أوطانهم، بل وقبل وصولهم تنقل الوسائل الإعلامية أكبر الأحداث العالمية والتجمعات البشرية، إذ انبثقت بيانات الشكر والخطابات من بينها خطاب الإمام الخامنئي الذي تحدث عن الزيارة الأربعينية بوصفها راية سيد الشهداء المرفوعة، وأن مراسم هذه الزيارة أقيمت بعظمة أكبر من سابقاتها. ومن ضمن ما خاطب به الوفود الطلابية ضرورة أن تكون مجالسهم مركزا لشرح الحقائق في توجيه مهم من سماحته إلى أرشاد الأجيال المقبلة للتمسك بأهل البيت والنهج الحقيقي بعيدا عن تزييف التاريخ والحفاظ على الموروث العقائدي الصحيح الذي بذل السابقون من أجله الغالي والنفيس. أما رئيس المجلس الأعلى الدكتور الشيخ همام حمودي وجه شكره لأصحاب المواكب والهيئات المشاركة في إيصال صورة حسنة عن البلد باللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وألقى المسؤولية على الحكومتين الاتحادية والمحلية بضرورة العمل الجاد دون تماهل أو تأجيل لتذليل عقبات الزيارة الأربعينية التي نشاهدها في نماء وازدياد. فرغم بهاء الصور المعروضة للعالم، إلا أن هناك سباتا وغفلة عما يجري في المنافذ الحدودية ومرحلة التفويج العكسي للزائرين، حيث التلكؤ واضح وأعداد الزائرين لا يتناسب مع الجهود الحكومية الضئيلة المقدمة. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهاي الحلقه. ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ ماجد الشويلي نائب مدير مركز افق للدراسات. حياك الله استاذ ماجد، ضيفك الكريم. وكذلك ينضم معي بالصوت والصوره الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي. اهلا بك دكتور علي، ضيفا كريما حياكم الله. ابدا مع حضرتك استاذ ماجد، لما نتحدث عن زياره الأربعين رغم انها انتهت من يوم امس، ولكن من غير الممكن أن يتم إزدال الستار وننتظر الأربعين المقبل، ما دام أن ما حدث في هذا الأربعين من مادة إعلامية واجتماعية ونفسية أصبحت تغطي لربما أيام السنة لحد أن نصل إلى الأربعين المقبلة. لذلك ارتأينا أن نستمر في هذه التغطيات بكونها أصبحت رسالة كونية حتى تجاوزت العالمية. كيف تنظر إلى هذه المضامين، خصوصا بعد أن كان للإمام الخامنئي وقفة مع الطلبة والمريدين ليتحدث لهم عن الأربعين؟ أحسنتم كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أستاذ أحمد ولضيفك العزيز دكتور علي ولمشاهديكم الأكارم. كما تفضلتم من أن زيارة الأربعين هي استثنائية وحقيقة لها رسائل عدة على مختلف الصعد، يعني فيها رسائل وجدانية، سياسية، ثقافية، اجتماعية، وهي حقيقة مناورة كونية، وهي حقيقة الممارسة الشرعية المحفوفة بعناية الله عز وجل، وهي حقيقة يمكن القول من أنها ذخيرة يعني المؤمنين وذخيرة أهل البيت عليهم السلام، وهي السبيل يعني الأنجع والأكبر والأوضح للتعبير عن معطيات الثورة الحسينية، لأن إسهام السيدة زينب عليه السلام كان فيها كبير للغاية، ولذلك هي فتحت لنا الباب لكي نوظف مخرجات الزيارة الأربعينية. نحن في العراق حقيقة ومشكورين كل الذين ساهموا بإنجاح هذه التظاهرة الكبرى والعظيمة، لكن كما تفضلتم في سياق حديثكم أو في مضامين الذي المقدمة التي تفضلتم بها، كان ينبغي على الحكومة رغم أننا في الوقت الذي نؤكد على ضرورة أن تبقى هذه الممارسة يعني بيد عامة الناس، بيد المؤمنين، وأن لا تكون هناك تدخلات حكومية ورسمية تنتزع منها هذا الحق، لكن أيضا بالإمكان على الحكومة يعني أن حقيقة توظف إمكانياتها لمعالجة كثير من المسائل وتسهيلها. لا ينبغي لها أن مثلا تقوم أو تضع الخطة ريثما أو تضع الخطة في الوقت الذي يبتدئ أو يشرع يعني الزوار بالوفود إلى كربلاء. يجب أن تكون هناك خطة على المستوى اللوجستي، يجب أن تكون هناك بنى تحتية قادرة على حقيقة توسيع قدرة العراق على استيعاب هكذا أعداد بشرية. اليوم العراق يتباهى أو يباهي الأمم جميعا بقدرته على استيعاب وعلى إنجاح زيارة بهذا العمق بهذا المضمون. لو الآن لدينا وقت أكثر لأسهبنا في الخوض بتفاصيل معنوية واعتبارية، لكن أقول أن على الحكومة بل على الجميع، على كما أشار بيان الدكتور همام الله يحفظه، أنه فعلا الحكومة الاتحادية والمحلية لها ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة. نحن ينبغي أن نصل إلى مستوى أن تكون فيه زيارة الأربعين ناجحة نجاح باهر، بل أكثر من كونها ناجحة، وإنما مدعاة إلى أن نذهل العالم كما أذهلناهم بقدرتنا على استيعاب هؤلاء الزائرين بالملايين. يجب أن تكون إدارتنا تتناسب مع أحجام هذه الوفود البشرية. طيب اسمح لي أن أرحب بالدكتور علي الدفاع مجددا، حياك الله دكتور. نتحدث عن خطاب الإمام الخامنئي يوم أمس، كان توجيه مباشر للمجالس الطلابية أن تكون مكان لذكر أهل البيت عليهم السلام. هل يعتبر هذا الإعداد ضمن التنشئة الاجتماعية والتنشئة الثقافية والدينية والعقائدية لخلق جيل واعي ومثقف تجاه قضاياه المصيرية، ولا سيما قضية الإمام الحسين عليه السلام كقضية كونية تعدت حدود المذهب والإسلام؟ تسمعنا دكتور علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على زوار الحسين وعلى خدام الإمام الحسين ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولضيوف الأيام ومتابعيها. الحمد لله على نعمة زيارة الإمام الحسين وعلى نعمة الانتماء لهذا الخط المبارك الشريف ورفع هوية الحسين في العراق. نعم، ما تفضلت به من مقتبس من كلمة الإمام الخامنئي نصره الله، نحن نعلم أن العبادة، كل العبادة هي نوع من الارتباط بالله تبارك وتعالى، وسيلة الاتصال مع الغيب. في حال التدبر العقلي الروحي في العبادة يرتقي المؤمن من خلال هذه العبادة وممارستها إلى مستويات نورانية في علاقته مع الله، في سلوكه مع المجتمع. يركز الإمام الخامنئي في كلمته هذه إلى الشباب، إلى الزوار، إلى أن يعرفوا كثيرا قدر الهيئات الحسينية والمواكب الحسينية، ويؤكد على الجانب الروحي والنوراني في روح الشباب وروح الزوار وروح طريق الأربعين، باعتبار أن هذه الروح الطاهرة النقية في هذه المسيرة الإلهية هي أكثر ما يتهيئ لها أن تشرق فيها أنوار الدعاء والذكر والتضرع والارتباط بالله وتأثير الموعظة فيها. لذلك ركز على أهمية المواكب، وأن يعرف الشباب قدر هذه المواكب، وأن تكون بجانب كونها مواكب للخدمة والكرم والسخاء هي مواكب للذكر والتبيين، بمعنى أن تكون محلا للخشوع والعبادة والعروج إلى الله تبارك وتعالى، ومحلا لتبيين الحقائق والارتباط بالأمة، باعتبارها فرصة عظيمة. يأتي ملايين الزوار، ملايين المؤمنين يمرون من خلال هذه الهيئات وهذه المواكب، فالفرصة سانحة والباب مفتوح، باب القلب قبل باب الموكب، لكي تكون هناك رسائل إلهية لهذه الأمة، لهذه الحشود المؤمنة من خلال هذه الهيئات وهذه المواكب. كذلك أكد الإمام الخامنئي أن تكون هذه المسيرة وهذه المواكب محلا للتواصي بالحق والصبر، وما أجملها من تذكير بمفهوم ودلالة الصبر كما يذكره الإمام الخامنئي. يقول: الصبر نعم هو الصمود والثبات، ولكنه، لاحظوا هذا المعنى، الصبر هو أن نمنع النفس من أن تعتقد أنها تصل إلى طريق مسدود. المؤمن المرتبط بالغيب الذي تتحكم فيه يد الله فقط، لا طريق مسدود أمامه. لذلك هذه حالة من الروحية الإيجابية المفعمة بالإقدام والعمل والإيجابية والعطاء، لا يمكن أن يكون أمامها طريق مسدود. فنعم، هي كلمة كأنها تسقي بذرة الأربعين لصناعة أجيال. وكما أن كل زائر وكل موكب يرفع في الحقيقة راية يا حسين وراية لبيك يا حسين، يشبه الإمام الخامنئي هذا البحر المتصل من المؤمنين الملبين لنصرة الإمام الحسين وإحياء الأربعين، وكأن هذه المسيرة الخالدة الطويلة وكأنها هي راية الحسين الشامخة. كل مؤمن، كل حسيني يرفع راية يا حسين، كل موكب يرفع راية يا حسين، بالنتيجة نحن أمام موج إنساني بشري خالد، وكأن كله بمجمله راية بيد الحسين عليه السلام. فنعم، هو مصنع لجيل حسيني واع يحمل سمة الكرم والسخاء، ومعها سمة التذكر والتبيين والارتباط والعروج بأبهى وأجمل علاقة مع الغيب تبارك وتعالى. هذا المصنع أصبح مصنعا عالميا كما تفضل الدكتور علي الدفاعي. لما نتحدث عن صنع عند الحسين، يأتينا من 80 دولة ويرجع تصدير هذه الرسالة إلى كل دول العالم، الرسالة التي انعكست خلال السنوات الماضية، ومن ثم حتى من لم تحدثه نفسه بأن يأتي إلى زيارة الحسين صار يأتي، حتى من الأديان الأخرى من الثقافات الأخرى صار يأتي لكي يرى سر عظمة هذه الزيارة. نتحدث عن كونية هذه الزيارة أستاذ ماجد، كيف تصفها؟ والله في الحقيقة كونيتها هي مرتبطة بكونية الشخصية، يعني شخصية الإمام الحسين، أولا لأنها شخصية كونية، أضف إلى أنها مرتبطة بهدف الإمام الحسين، لأنه هدفه كان هدفا كونيا إنسانيا عظيما ملكوتيا، لذلك يجتذب كل أصحاب الفطرة النقية من مختلف المشارب والمآرب. هذا الهدف الثاني.
أيضا لأن العدو كان الذي واجهه الإمام الحسين عليه السلام أيضا كان عدوا كونيا، كان يزيد ليس فقط عدوا للحسين كما يصور، كان يزيد عدوا للفطرة الإنسانية، عدو للقيم التي تشترك يعني المشتركة بين جميع أبناء البشر. لا زال يزيد حاضرا في هذه المعادلة، لا زال خط يزيد حاضر كما أن خط الإمام الحسين حاضر، هذا موجود في كل زمان وأوان، وهذا بحد ذاته يحتاج إلى إسهاب كبير وتفصيل. أقول هذا السبب الأول لأنها مرتبطة بشخصية الإمام الحسين ومرتبطة بهدف الإمام الحسين عليه السلام لكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي إلى آخر الحديث، ولأنها أيضا مرتبطة بالعدو، العدو أيضا يمثل، وهذه هي نفسها المعركة في كل زمان. ومن هنا قيل من أن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، من هنا عندما يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما يقول كل ما لدينا من عاشوراء، لاحظ أنها هناك كونية. المهم هذا أولا. الأمر الثاني، طبعا الكثير يسأل لماذا تجتذب، مثلا لاحظ في سنة من السنين، لربما هذه السنة أنا يعني أو التي سبقتها، من أن وفدا من الفاتيكان جاء زار من غير الديانات، ما الذي يدفع بأصحاب الديانات الأخرى من أن يشاركوا؟ هو السبب عشق الجمال، نفس البشرية، نفس البشرية جبلت على حب الجمال. نحن نقول في عقيدتنا كإماميين الحسن والقبح عقليان وليس شرعيان، ومن هنا قالت السيدة زينب عليه السلام ما رأيت إلا جميلة. هذا الجمال يجتذب كل البشر، البشرية كلها مجبلة على حب الجمال وتتبع الجمال. كربلاء، عاشوراء، نهضة الإمام الحسين عليه السلام كلها جمال، لذلك لا تفرق بين مسلم شيعي سني غيره أباضي، أي كلهم يجتذبهم خط الإمام الحسين عليه السلام. كل ما هنالك كان في السابق عدو للإنسانية، صدام جاثم على صدر العراق يحاول أن ما يظهر هذه الممارسة العظيمة، اليوم عندما اكتشفت عظمة هذه الممارسة العظيمة الكل التفت إلى الجمال. وأنا أعتقد من وأيضا خط البعث باقي، والخلية البعثية التي مسكت بها القوات الأمنية، نتحدث عن قوى الخير والشر لا زالت في صراع مستمر والعاقبة طيب. للمتقين. طيب خلينا ننتقل للدكتور علي الدفاعي، شاركنا بالحديث دكتور علي، ولكن من منظور بيان المجلس الأعلى الذي سبق كلمة الشيخ همام حمودي، هذا البيان كانت فيه مضامين عالية وتثمين لجهود المشاركين في إنجاح هذه المناسبة، وأيضا توجيه العراقيين بل وكل المحبين لاستثمار هذه المناسبة، كذلك وجه بضرورة إيجاد معالجات للثغرات اللي أيضا تعيق راحة الزائرين، معالجات حقيقية وجادة. يعني ما أبرز الإشارات التي حوتها هذه العبارات؟ مسيرة الأربعين المليونية بفضل بلطف من الله تبارك وتعالى بحماس المؤمنين وانشدادهم إلى أهل البيت ومحبتهم وانتمائهم للحسين عليه السلام، شهدت هذه السنة على وجه الخصوص يعني حالة من النجاح التي أبهرت العالم، وليس فقط العراق وليس فقط المنطقة، ليس من حيث فقط العدد الهائل كما ذكرت العتبة العباسية وأحصت أن العدد قد فاق 21 مليون، ليس فقط من حالة التفاني في الخدمة العراقية والذي أصبح العراقيون مضرب مثل، هم تاريخيا مضرب مثل، لكن بالحسين وبهوية الحسين أصبح للعراق لون وهوية خاصة. اليوم العالم يعرف العراق من خلال الحسين، اليوم العراق اجتمع من خلال يوم الأربعين وزيارة الأربعين، بحيث أظهر وعكس صورة في غاية الروعة والجمال إلى العالم. اليوم إذا تكلم أحد يعني في العالم عن العراق، ربما بفعل الإعلام والسياسة لا يعرفون عن العراق إلا الصراعات إلا الأزمات، اليوم إذا ذكر العراق ذكر السخاء والكرم، إذا ذكر العراق ذكر التآخي والتعاون والمحبة، ذكرت المواكب الحسينية. لذلك نعم، الإشادة من المجلس الأعلى وتثمين الجهود، لأن الحشود المليونية التي تصل إلى 22 مليون زائر إنسان بكل احتياجاتهم الطبيعية،
من خدمات يحتاجونها، لا يمكن أن تتمكن دولة أو نظام سياسي أو حكومة ما في هذا العالم أن توفر لهم هذه الأجواء من أمان، من استقرار، من خدمات، من مستلزمات السفر الآمن وكل احتياجاتها. لذلك كل من ساهم في إنجاح هذه المسيرة المليونية الخالدة من القوات الأمنية البطلة، من أصحاب المواكب والهيئات الحسينية، أصحاب الوجوه والأيدي البيضاء، من الباذلين المحسنين الذين أعطوا وقدموا بحيث تمتلئ المواكب بكل ما يجعل الزائر المسافر من داخل العراق، من خارج العراق، بهذه الحالة من الراحة حتى يصل إلى معشوقه، إلى الإمام الحسين، العتبات المقدسة، الكل نعم محل تقدير وشكر. ولذلك أكد عليهم سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي وبيان المجلس الأعلى في هذه القضية. ولكن مع كل هذا تبقى بعد كل زيارة هناك بعض النقاط والملاحظات التي يجب من حيث المسؤولية الشرعية، المسؤولية الوطنية، المسؤولية الإنسانية، المسؤولية التاريخية، أن يجب أن يكون المسؤول في هذه الدولة، في هذه الحكومة، على قدر احترام هذه الشعيرة وتقدير محبة الناس وولاء الناس المؤمنين وهذه الحشود واجتماعهم في هذه المناسبة. لذلك المجلس الأعلى يؤكد على أن هناك ثغرات لا يمكن القبول بتأجيلها. يجب أن تكون الحكومات سواء الاتحادية والمحلية أن تضع الخطط والبرامج العاجلة في حلها وسد هذه الثغرات لقادم الأيام، لأن الحشود المليونية وزيارة الأربعين في نماء وفي بركة وفي ازدياد. اليوم في قد أحصت ما يفوق 21 مليون، توقعوا أن سنة بعد سنة العدد في ازدياد، بمعنى أن هذا العراق، ونحن نعتقد أنه دولة صاحب العصر والزمان، أنه عاصمة العالم في المستقبل. اليوم العراق رغم ما يعيشه من أزمات ومشاكل، هو من أهم مناطق الدنيا في موقعه الجغرافي، في ثرواته البشرية والاقتصادية وغيرها. فكيف بالعراق إذا استقر وتهيئت له كل سبل التقدم وتحقيق الرفاهية ليس فقط للعراقيين وإنما لكل زوار الإمام الحسين؟ لذلك على الحكومات أن تسعى جاهدة لوضع الخطط والمعالجات للمنافذ الحدودية، أن تكون لائقة بما يعني يؤمن دخول واستقبال لائق ومحترم بضيوف الإمام الحسين عليه السلام، تهيئة الطرق المناسبة والكافية لإيصال الزوار بتعدد هذه المنافذ حتى لا يكون هناك مزاحمة للطرق التي تكون هي مسلك ذهاب وإياب لاحتياجات الناس وحياتهم اليومية. خلينا ننتقل بها إلى كل هذه التفاصيل. الأستاذ ماجد الشويلي، نعم، هذه التفاصيل أيضا الأستاذ ماجد، لما يتفضل الدكتور علي الدفاعي بهذه التفاصيل، فأصبحت اليوم الزيارة الحسينية هي عابر القارات كما أشار بيان المجلس الأعلى، وأسست إلى خارطة عالمية جديدة تقول كل الطرق تؤدي إلى كربلاء. وأيضا أشار الدكتور الدفاعي بأن هذا المشهد السنوي اللي يحتضن عشاق الحسين عليه السلام لازم يتم تأكيد مسؤولية الحكومات المحلية، الحكومة الاتحادية، بأن تجعل قضية الزيارة قضية أولوية، أولوية من ناحية إدخالها في الموازنة العامة، من ناحية توفير هيئة خاصة لهذه المناسبة، لأنه الأعداد ما دام أنها أعداد مضطردة يجب أن توضع لها الخطط المناسبة. كيف ترى هذا الطرح؟ بكل تأكيد أنا مع قضية النظم، مع قضية التدخل المحدود والمرسوم بعناية من الجهات الحكومية والرسمية. قلت أن هذا الأمر مهم جدا للغاية، خاصة أن هذا الأمر فيه مردودات أساسا على صعيد المستوى الوطني كله، يعني على سمعة العراق، على يعني مداخل العراق، على ميزانية العراق أيضا. كل هذه المسائل يعني مردودات إيجابية، ولذلك لابد للحكومة من أن تطلع بمسؤولياتها، لابد للجميع، وأن يكون هناك حقيقة تضامن بين كل هذه الجهات، وأن ترسم حدود يعني التدخلات. يعني السلطة معنية، مثلا الحكومة معنية من أن تطور
المنافذ، الخدمات اللوجستية للزائرين، المواصلات، لماذا لا تكون هناك سكك حديدية يعني مرتبطة مع الجمهورية الإسلامية كواحد من أبرز المنافذ اللي يدخلنا من عندها الزائرين؟ تدرون أفغانستان، باكستان، الهند، أغلبهم يأتون عن طريق الجمهورية الإسلامية، لماذا لا تكون هناك سكك حديدية متطورة؟ المطارات يجب أن تعالج فيها قضية قدرتها على استيعاب الرحلات الجوية، أيضا الانفتاح على يعني المنافذ اللي تربطنا مع بعض البلدان العربية، أيضا التعامل والقضايا الأمنية تمارس بطريقة يعني أنت في المنفذ الواحد يعني لا يمكن أن تأخذ وحدة قياس تساوي بها بين منفذ الجمهورية الإسلامية والمنفذ مع الجار الكويت وهكذا، يعني الموظفين، طريقة التعامل، قضايا تفصيلية كثيرة يجب أن تلحظ ويجب أن تنظم بما يضمن انسيابية عالية، لأننا كما أشار دكتور علي أن هذه الزيارة في ازدياد وتنامي كبير من حيث العدد حقيقة ومن حيث المضامين التي ترافقها. يعني مثلا على سبيل المثال نحن بدأنا نشهد وفودا خاصة من الدول الأوروبية، ليست من دول الجوار فقط، عندما مثلا يبعث الفاتيكان وفدا، عندما يأتون من أوروبا، من حتى من يعني من الدول اللاتينية وهكذا. يجب علينا أن نعكس صورة مرموقة عن العراق بوصفه عاصمة العالم المستقبلية. ثانيا الآن نحن في صدد، كما أشرتم في سياق الحديث، في صدد تنشئة جيل، هذا الجيل يجب أن يكون متناسبا متناسقا مع عظم وحجم المسؤولية التي سوف تقع على عاتقه. هذا 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 الأمر كله هو مسؤولية الجميع، ولكن أركز على نقطة مهمة واسمح لي أن أذكر حادثة في غاية الأهمية. بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران جاء للإمام الخميني وقيل له لماذا لا تنظم أو تربط يعني المواكب الحسينية والشعائر كلها بالحكومة؟ قال هذا الأمر جيد، ولكن قد في يوم من الأيام تنحرف الدولة أو الحكومة، فمن الذي يقومها؟ يجب أن تكون مفصولة، يجب أن تكون جدا. هذه إشارة مهمة، يجب أن تفصل، يجب أن لا تضع الدولة يدها على الهيئات الحسينية، ولكن يجب أن تعطي فسحة أو تساهم إسهام كبير في تنظيم ما يجب عليها تنظيمه. يعني هذا الطرح أشار إلى الدكتور همام حمودي دكتور علي بقوله أن الحسين هوية لكل الأحرار، وهنا أسأل حضرتك، زيارة الأربعينية بكل حيثياتها وتفاصيلها كانت مشعل ونبراس للعالم كي يستلهم منه الدروس والعبر كما عبر عنها الشيخ همام حمودي، بالتالي كيف ننظر إلى هذه الكلمة التي قدم بها الشكر لكل المواكب ولكل الزائرين؟ نعم، الإمام الحسين عليه السلام من خلال إمامته، من خلال قيامه بهذه التضحية الكبرى، بحيث أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله ختام رسالات، ختام النبوات، المسيرة الإلهية التي أرادت السماء للبشرية أن تصل بها إلى صلاحها وفلاحها، ختمت من خلال الإسلام العزيز. هذا الإسلام لولا تضحية الإمام الحسين عليه السلام لأصبح إسلاماً كما يراد له اليوم، إسلاماً أمريكياً، إسلاماً تطبيعياً، إسلاماً مداهناً، ولكن وقفة الإمام الحسين، تضحية الإمام الحسين بهذه الطريقة بنفسه، بعياله، بأطفاله، بأصحابه، بجميع أبنائه، في هذه الوقفة، في ذاك عاشوراء وهذا اليوم، هذه مدرسة وهذه عبرة. نعم، الإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء، لذلك كل ذكر الحسين عليه السلام عبرة. العراق العزيز اليوم لعله الحمد لله التفت بحيث أنه يكون الحسين عليه السلام هويته الكبرى، بوابته إلى العالم، فقضية أخذ الدروس من الإمام الحسين ومن خلال الشعب العراقي الذي ترجم وكرس
هذه العبر في انتمائه الحقيقي، في ارتباطه الثابت رغم كل التحديات. وبالفعل دكتور علي، يعني أصبح الحسين هوية لكل الأحرار كما أشارت كلمة الشيخ همام حمودي. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس على الإسلام العراقي، أثريت الحوار. وتتفضل البقاء معي الأستاذ ماجد الشويلي كان نتابع فيها ملف آخر مشاهدي الأحبة بعد الفاصل. من جديد حياكم الله. بعد أن اختتمت زيارة الأربعين المليونية، تعود التفاهمات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة إلى مساراتها الطبيعية مرة أخرى، وقربت من جلسة تسمية المؤجل من الرئاسات. هذا ناتج طبيعي لكم كبير من المبادرات اللي ردمت جزء من الهوة الشاسعة. خلونا نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. مع انتهاء مراسم زيارة الأربعين وعودة الزائرين، يعود النشاط السياسي للخطين المتوازيين، أي الإطار والتيار، لتفعيل حراكهما بعد مدة زمنية التزمت فيها الأطراف جمعا الصمت تقدير لقدسية الشعيرة المليونية، إذ قيم فيها السكون وعم الهدوء على الساحة السياسية. وما بعد هذه الزيارة تتحرك القوى السنية والكردية فضلا عن الإطار الشيعي بالتحشيد لعقد الجلسة البرلمانية واستكمال الاستحقاقات الدستورية. فهذه الاتصالات المكثفة يعول عليها في فك حالة الاستعصاء في المشهد السياسي عن طريق اعتماد البنية البرلمانية الحالية مسارا للحل. ففصل ما بعد العشرين من صفر تبدو فيه الأجواء مؤاتية للبدء بالحوارات شبه النهائية ووضع الصياغ البديلة والتي يؤمل منها أن تقود المشهد نحو انفراجة قريبة. فمرحلة إعادة الحسابات التي دخلتها القوى السياسية والاقتراب من حسم الأزمة الراهنة قاب قوسين أو أدنى وفقا للمعطيات الحالية، فجميع الأطراف ذاهبة نحو رسم خطوط الحل وفقا للآليات الدستورية، ولم يتخلف عن هذا الركب سوى التيار الصدري. وخلال الساعات المقبلة من المؤمل أن ينطلق قطار اللجنة الثلاثية المشكلة أخيرا بعد اجتماع أربيل إلى الحنانة للتباحث مع زعيم التيار الصدري عن حلول وسطية تقضع مغذيات الانغلاق السياسي الجاثم على البلاد منذ قرابة العام. فالمتغيرات الأخيرة التي أطلت على المشهد السياسي لابد لها أن تجد مساحة من التفاعل الإيجابي بما يمهد لكسر القيود البرلمانية وتحقيق الإنجازات المرحلة منذ مدة طويلة. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ ماجد الشويلي، وكذلك أرحب بالأستاذ أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني انضم معي عبر سكايب من السليمانية. حياك الله أستاذ أحمد. أستاذ ماجد، أبدأ مع حضرتك. نتحدث اليوم عن ما جرى خلال الزيارة الأربعينية. شاهدنا فريقين من المضللين، تضليل إعلامي أو سياسي أو اجتماعي، منهم من ضرب الزيارة الحسينية، الزيارة الأربعينية في سبيل حتى يؤثر على المشهد السياسي، ومنهم من تحدث بالسلب عن المشهد السياسي، انسداد، انغلاق، تظاهرات، تحشيد، كذا كذا، في سبيل أن يعكر صفو الزيارة الأربعينية. ولكن الزيارة الأربعينية مرت على خير، بقي أن نرد على الطرف الآخر، كيف ستسير الأمور في المسارات السياسية؟ يعني مجددا أجدد الترحاب بك وبضيفك الكريم. يعني أنا باعتقادي أن هناك شبه إذعان لأن السبيل الوحيد هو الحوار وسلك مسالك المنطق. الآن الهوة يعني قد ضاقت بالفعل ما بين الفرقاء السياسيين، والجميع أدرك من أن الحوار هو السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يخرج البلد برمته من هذا المأزق الكبير. طبعا كانت هناك أجندات ولا زالت هذه الأجندات حاولت توظف
يعني زيارة الأربعين لتشوش فيها على المعطيات السياسية الجديدة. وأنا أتكلم بكل صراحة، هناك من هو مرتبط برغبة كبيرة للتجديد والتمديد لرئيس الوزراء، وهناك من لديه أجندة تقتات وتحتاش على الفتنة في داخل، سواء في داخل المكون الشيعي أو بين المكونات الأخرى. لكن اليوم لاحظنا أن الأخوة الكرد بدأوا يقتربون يعني بشكل كبير إلى مستوى تسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية. الإطار التنسيقي أيضا واضح جدا بالنسبة لمرشحه. الكثير أبدوا رغبتهم بحضور جلسة يعني التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية. هناك تفاهمات حتى طبعا حتى دول الإقليم، أيضا هناك جو إقليمي مساعد على الوصول إلى حل سلمي ويعني يتوافق مع السياقات الدستورية والقانونية، كلها معطيات جديدة. نعم أقول هناك بعض التحديات، هناك تباينات فعلا موجودة بين الفرقاء السياسيين، ولكن ما دمنا وصلنا إلى أن الحوار هو سبيل الحل فذاك يعتبر أننا قطعنا أكثر من منتصف الطريق. بقي الإطار التنسيقي، حريص جدا الإطار التنسيقي أن يرمم وضعه الداخلي في داخل البيت الشيعي، ولذلك كان حريص على إشراك الإطار يعني التيار الصدري. وتعلمون جيدا أن وفدا يتهيأ لزيارة الحنانة لكي يطلع الأخوة ويستمع للأخوة في التيار الصدري لوجهة نظرهم في مسألة تشكيل الحكومة. وأعتقد هم يحملون ديناميكية كبيرة جدا للتعاطي مع المقترحات والتصورات التي يتقدم بها التيار الصدري. هذا الوفد، خليني أنتقل بالاستفسار عنه للأستاذ أحمد الهركي، حياك الله مجددا أستاذ أحمد. لما نتحدث عن اجتماعات التي جرت في إقليم كردستان، ومن ثم من المؤمل أن تتوجه هذه اللجنة لتجتمع في الحنانة مع السيد الصدر، ما المقدمات التي تم التوصل إليها في اجتماعات كردستان حتى يتم كمرحلة ثانية التوجه إلى النجف الأشرف؟ تحية لحضرتك أستاذ أحمد وضيفك، حياكم الله أستاذ مشاهدي قناة الأيام الكرام. لا نستطيع أن ننظر إلى جزئية رئاسة الجمهورية وحوارات البيت الكردي بعيدا عن المشهد السياسي العراقي بصورة عامة. نحن بعد انتهاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام أمام الحراك الفعلي سيبدأ من الآن. داخل البيت الكردي هناك أجواء إيجابية، ولكن لا نستطيع التحدث عن اتفاق حتى الآن، ولكن الأجواء جيدة والكرد متفقين إلى درجة كبيرة بالذهاب إلى بغداد بمرشح واحد. إذن هنا نتحدث عن خطوط عريضة للمشهد السياسي بصورة عامة، توافق كردي للذهاب إلى مرشح واحد في بغداد. أيضا هناك الوفد الكردي، هناك وفد من مختلف الأطياف من السيادة الديمقراطية وربما جهات أخرى، وأيضا من الإطار السيد هناك تحدث أن السيد هادي العامري هو مخول من الإطار التنسيقي سيذهب. إذا هناك ذهاب إلى الحنانة، وأي ملاحظة من الأخوة في التيار الصدري ستكون يعني موضع تقدير والدراسة من قبل الأخوة في الإطار. الإطار التنسيقي منذ البداية موقفهم يمتلك يعني المرونة الكافية لإيجاد حل للمشهد السياسي الذي يعاني من الانسداد منذ انتخابات تشرين الأول الماضي. لذلك نحن نتحدث عن متغيرات جديدة، هناك مساحة بينية، يعني نعم هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن هناك مساحة بينية كافية ممكن أن تتبلور إلى حل يرضي جميع الأطراف. لذلك ربما الحراك الحقيقي سيبدأ من الآن بعد انتهاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ماجد، يعني كل الكتل السياسية بما فيهم البارتي والسيادة أجمعوا على أن الحل يبدأ من التئام البرلمان بعد أن كانوا في تحالف مع السيد الصدر، ولكن هنا ما مدى أن ينعكس هذا التوجه على المضي في هذه المسارات، والسيد الصدر لربما يلتحق بهذه التفاهمات؟ يعني أنا أعتقد أن قبل ذلك هو إجماع، أو هذا الإجماع الوطني الكبير الذي تبلور وتجسد بالاجتماع الأخير لكافة القوى السياسية. صحيح أن التيار الصدري قد تخلف عن ذلك الاجتماع، ولكن الاجتماع بحد ذاته كان تأكيد على نقطة مهمة جدا للغاية، هو ضرورة الحفاظ على العملية السياسية بوصفها الأرضية المشتركة، وبوصفها حقيقة الحالة الوحيدة اللي تحافظ على
الأمن والسلم الدوليين، يعني وعفوا الأمن والسلم المجتمعي في العراق، وتنتشل العراق من يعني حقيقة من أتون الفتنة. هذا أولا. طيب. هو أهم من قضية تقدير يعني جلسة البرلمان. ثم هي جلسة البرلمان منبثقة ومنعكسة عن ذلك الاجتماع عندما أقر يعني مكونات المجتمع العراقي السياسي عندما أقرت بضرورة الحفاظ على العملية السياسية وسلوك السبيل الدستوري والمنهج الدستوري الذي اعتمد للخروج من هذه الأزمة واستيفاء كافة الخطوات لتلبية الاستحقاقات الدستورية، هذا هو بحد ذاته هو النجاح الأكبر. بقيت هذه التباينات موجودة في داخل البيت السني، في داخل البيت الكردي. طيب. ولكنها لربما أشد في البيت الشيعي. أشرت مرتين أنه التباينات في البيت الشيعي ولربما التئام البيت الشيعي ينعكس إيجابا. هنالك أيضا بعض التسريبات تشي بأن هنالك اجتماع قريب بين الحاج هادي العامري والسيد الصدر في الحنانة. نعم نعم. إذا ما جرت الأمور باعتبار أن السيد العامري دخل بمجال الوساطة، هل ستفضي هذه الاجتماعات أو هذه الحوارات المنفردة إلى ترطيب الأجواء لاجتماع اللجنة الثلاثية؟ أنا أعتقد حجم المرونة وتفهم الإطار التنسيقي والملاكات الذاتية للحاج العامري وتفهمه يعني وعلاقته بالسيد مقتدى الصدر من شأنها أن تذلل يعني الكثير من الصعاب. أنا لا أجعل الصورة وردية، ولكن من شأنها أن هناك استعداد عند الإطار التنسيقي لتفهم ما يريده التيار الصدري، سواء كان على يعني الحد الآن هم مجمعون على يعني لربما أنا أقول وخذها مني في الإعلام، لربما الإطار التنسيقي مستعد إلى أن يتخلى عن مرشحه في قبالة مثلا يعني عودة التيار الصدري بصيغة أو أخرى للانضمام وإقرار ما سوف تؤول إليه نتيجة يعني تسمية المرشح مرشح الإطار. بمعنى أن التيار الصدري ممكن أن يأتي إلى الإطار التنسيقي، ممكن أن يصل مع الإطار التنسيقي إلى صيغة تفاهمية. هذه هناك تباشير واقعا، هناك ما البعض يتكلم عن أن الإطار التنسيقي يعني مستعد أن يتحدث بخصوص مثلا قانون الانتخابات، يتحدث عن المفوضية، يتحدث عن مدة محددة لإجراء الانتخابات المبكرة فيما بعد تسمية رئيس السلطة، كل ذلك قابل للنقاش والبحث. الأمر الآن أو كما يقال من أن الكرة في ملعب التيار الصدري وزعيم التيار الصدري، وأنا أعتقد كما أشرت من أن يعني الحاج العامري يحمل في جعبته ما يشجع التيار الصدري بشكل عام. طيب. على أنهم يعودوا إلى يعني يعودوا إلى الالتئام مع الإطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الحكومة. أوكي. والمضي قدما. طيب سيد الهركي، يعني أسأل حضرتك، يعني صحيح تفضلت بأنه المشكلة ليست كردية فحسب، بل أن المشكلة في البيوتات السياسية الأخرى، ولكن خلينا نناقش هذه الجزئية اللي يبدو أنها لن تمر أي مرحلة أو استحقاق دستوري ما لم تحل قضية رئاسة الجمهورية. نتحدث عن التعجيل في عقد جلسة البرلمان، هل سيضع الحزبين الكرديين تحت ضغط الوقت والموقف، بالتالي لربما الإذان لهذه الجلسة بالانعقاد راح يجعلها أمام مسؤولية مباشرة في حسم مرشح رئاسة الجمهورية؟ بصراحة أستاذ أحمد، هو من حيث المبدأ علينا أن نتفق جميعا أنه لا مبرر بعد الآن لتوقف جلسات مجلس النواب. النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني، تعطيل البرلمان يعني تعطيل العمود الفقري للعملية السياسية في العراق، لذلك متفق عليه كرديا ومن كل المكونات الأخرى. هناك لابد أن ينتهي، يعني يجب أن تمارس السلطة التشريعية مهامها، يعني مثلا بسبب يعني الفترة السابقة، لذلك الفترة المقبلة من حيث المبدأ أن جزء كبير من حل الأزمة السياسية الراهنة هو عودة مجلس النواب إلى ممارسة مهامه. ليس بالضرورة أن يتم حسم جزئية رئاسة الجمهورية أو تسمية الكتلة الأكبر مرشح رئاسة الوزراء في الجلسة الأولى، ربما تناقش. من حيث المبدأ عودة مجلس النواب سيرسل رسالة إيجابية للشعب العراقي، للكتل السياسية، للنخب السياسية، أنه هناك إمكانية للحل وهناك عودة للنشاط السياسي والمهام التشريعية لمجلس النواب، لذلك هذا يحل جزء كبير من الأزمة بصراحة. طيب أستاذ ماجد، يعني لما تحل هذه الأزمة بعودة جلسات البرلمان، مو احنا شنو الفائدة إذا ترجع
الجلسات تستمر، ولكن صحيح عندنا فد 20 قانون على وشك أنه إقراءتها أو إقرارها، ولكن القضية الأكبر والأهم هي الاستحقاقات الدستورية أن تنتهي. في هذه الكفتين أيهما ترجح؟ أو بالتأكيد يجب بل ينبغي على جميع الفرقاء السياسيين أن يدركوا من أن إمضاء يعني وإجراء الاستحقاقات الدستورية هو المشجع الأكبر والمطمئن الأكبر للمواطنين على سلامة العملية السياسية، ومن أن تأخير حقيقة إمضاء الاستحقاقات الدستورية هو أصاب الجميع بالقلق سواء المواطنين أو غيرهم. لا بأس بذلك، لا بأس من أن يلتئم يعني أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان، ولكن أن يلتئموا وفق رؤية. نقول الآن باتت الهوة تضيق يعني والسبيل الذي ذهب إليه التيار الصدري من أن يحتكم إلى الشارع بات سبيلا يعني حقيقة ليس وراءه جدوى. من هنا أنا أدرك جيدا من خلال تغريدات السيد مقتدى الصدر الأخيرة من أنه يدرك جيدا من أن السبيل أو الذهاب إلى الاحتكام إلى الشارع لن يفضي إلى شيء يرتضيه الشارع العراقي برمته، ثم أنه هناك يعني أصبحت معطيات جديدة عندما يكون البيت السني ويؤكد البيت الكردي على أن الاحتكام للشارع ليس في مصلحة الجميع كما أشار الأستاذ أحمد، من أن هناك مسؤولية، وهذا النظام السياسي يعني لا يخص الشيعة وحدهم وإنما يخص الكرد ويخص السنة، بل حتى يخص المحيط يعني الإقليمي والعالمي. لذلك من هنا أقول هذه مشجعات، هذه دوافع باتجاه أن يلتئم مجلس النواب لإقرار الاستحقاقات الدستورية. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ماجد الشويلي نائب مدير مركز فقه الدراسات، أثريت الحوار في الملفين، وأشكر كثير لحضرتك الأستاذ أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حدثتنا عبر سكابن السليمانية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.